الأشوريون على مدار التاريخ كانوا وقودا للحروب وعرضة لهجمات وغزوات الحروب الصليبية، ما جعلهم يتفرقون في مناطق ودول مختلفة، وهم اليوم في روسيا جزء من نسيج المجتمع الروسي رغم احتفاظهم بديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم. شكل وقوف الأشوريين إلى جانب روسيا خلال الحرب العالمية الأولى مبررا للعثمانيين لطردهم من تلك المناطق التابعة للعثمانيين. وبعد هذه الأحداث غادر الآلاف من الأشوريين الدولة العثمانية إلى عدة جمهوريات في الاتحاد السوفيتي، واستقرت غالبيتهم في جورجيا وأرمينيا وروسيا، حيث يبلغ عدد الأشوريين اليوم في روسيا قرابة 70,000 يتوزعون بين مدن مختلفة. أنا ولدت في جورجيا وقدم أجدادي إلى تبليسي كلاجئين عام 1917. عشنا هناك فترة طويلة ثم انتقلنا إلى موسكو عام 91. أتمنى من الله أن يوفق الشعب الروسي لأنهم تقبلونا كإخوة لا كغرباء، وشعرنا وكأننا في بلدنا. بداية قدوم الأشوريين إلى روسيا كانت خلال فترة الثورة البلشفية، حينها قدم المقاتلون الأشوريون والكوبانيون الكازاك المسيحيون إلى روسيا بعد أن حاربوا في تركيا وإيران. جاءوا إلى هنا خوفا من أن يقتلوا، ووجدوا هنا موطنهم الجديد. الأشورية ارتبط اسمها حضاريا بمنجزات إنسانية في مجالات مختلفة كالتشريع والأدب والعلوم، وتضم إرثا من التقاليد والأعراف. أما اللغة الآرامية فقد شكلت لحمة أساسية في التركيبة الاجتماعية للشعب الأشوري وتوحده إلى يومنا هذا. اللغة الآرامية كانت أكثر انتشارا من اللغة العبرية في منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الحقبة، وكانت تسمى بالفرانكولينغوا، ولهذا كانت تعاليم المسيح باللغة الآرامية المفهوم للناس، وأصلها من اللغات السامية التي جاءت من الجزيرة العربية. الأشورية مفهوم تشكل عبر آلاف السنين، بدءا من اكتشاف أول استيطان في قرية جرمو إلى اليوم الحاضر، مرورا بفترات من الازدهار والعظمة وفترات خبى فيها بريق هذه الحضارة. محمود سمودي، روسيا اليوم.